عالجت او كاميرا المراقبة من اجل رؤية افضل الكشف والاجهزة الميكانيكية. إن تنظيم هذه التظاهرة الإعلامية التي تريدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي همزة وصل بين المواطن والمؤسسة العسكرية إنما هي فرصة للوقوف عن كتب عن مختلف المهام الموكلة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل ونافذة عليها على وجه الخصوص والتي من خلالها يتطلع المجتمع على القفزة التي حققتها النوعية في مختلف الجوانب التنظيمية التكوينية والتسليحية بالإضافة لكفاءة أفرادها من خلال النشاطات المنفذة.